السلام عليكم. من الحاجات الجديدة في ريفت 2024 موضوع ان انا اقدر اصدر الهاتش. لو عملت سيلكت على اي هاتش تقدر انت تصدره. طيب خلينا مثلا ندخل مانج سيتنج وهقول له ان انا عايز ادخل على الباترن اهو بالشكل دوت. اعمل سيلكت بقى على اي باترن هتلاقي حاجة جديدة تمام اللي هو الزرار دوت اكسبورت سيلكت في الباترن تو بي اي تي فايل، بمعنى ان لو في باترن عجبك هنا تقدر انت تستورده بحيث ان انت تستخدمه بعد كده سواء بقى في الاوتوكاد سواء في الريفت في اي مكان تقدر انت تستورد الباترن دوت بدل ما تعمله من اول جديد. فدي من حاجه كويسه. طبعا دي شغاله في الاثنين، يعني شغاله في الدرافتنج وشغاله في الموديل. اي باترن تقدر تعمل عليه سيلكت بالشكل دوت وتقول له انا عايز اعمل له اكسبورت وتبدا بقى تختار الاسم اللي انت عايزه 1 2 3 4 مثلا 5 تمام ويتصدر معاك هاتش باتر وبعد كده تفتح بقى البرنامج اللي انت عايزه وتستورده.